يلا بسم الله الرحمن الرحيم. انا طبعا فاهم ان انتوا ابتديتوا المحاضرات اللي قبل كده على الباثوفيسيولوجي اوف مايجرين، كان دكتوره نيرفانا، فانا هجو ثرو بسرعه على ادي تقسيمه الهيدك. احنا بنتكلم على برايمري وسكندري، وبيحطوا ساعات في الديفرنشال دايجنوزز النيورولوجي. برايمري هيدك عندنا النوعين المشهورين، المايجرين والتنشن تايب هيدك. مهم قوي 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 نيورولوجي از هيستوري، ودكاترتنا الافاضل العظام اللي علمونا، اساتذتنا اللي علمونا، كان يقول لك نيورولوجي از هيستوري، فلازم تسمع العيان كويس وتاخد منه هيستوري مظبوط. اهم حاجه امتى ابتدى، فيرست اوكرنس اوف هيدك، تايمينج بتاعه امتى، في الميعاد، في بيزيد الصبح بيزيد بالليل، اول ما بقوم من النوم، كواليتي، شكل الصداع ده ايه، خد علاج ولا لا، هل في اسوشيتد سيمتومز وفي بريسيبتيتنج فاكتورز. لو احنا خدنا هو هيد ايك، يعني ايك يعني بين، هو بين ان ذا هيد، فهو دي المواصفات بقى بتاع اي بين، اي الم انت بتسال عليه، مكانه فين، وقته ايه، شكله ايه، خد علاج ولا لا، ايه اللي بيجيبه، ايه اللي بيريحه، واذا كان في معاه associated symptoms. فمهم قوي في الصداع ان احنا ناخد هذه المعلومات. مهم في الهيستوري ان انا اسمع الباست هيستوري، ان انا في هاي في هيستوري اوف سيرجري بيفور، هل هيستوري اوف هيد تروما، هل هيستوري اوف انفكشن، هل العيان متشخص قبل كده باي مرض نفسي psychiatric diagnosis، هل خد اوفر ذا كاونتر او تي سي انرجيزيك، استخدم مسكنات، بيستخدم ادويه، فازو دايليتورز، انتي هايبرتنسيف، مدخن، الكحوليك، اي ادويه تانية بيستخدمها. طبعا الكلام ده مهم جدا قبل ما نشخص المايجرين، مهم جدا للديفرنشال دايجنوزز، لانه مثلا واحد بياخد دواء ضغط ممكن يبقى سيمبلي الضغط هو السبب في الصداع، سواء ضغط عالي او ضغط واطي، ممكن بيستخدم فازو دايليتورز، معروفه قوي الادويه بتاعت الهارت اللي بتعمل فازو دايليتيشن عنيف، ممكن قوي انها تعمل سيفير هيدك. فمهم قوي ان انا اخد الباست هيستوري بتاع العيان، وبعدين نخش بعد كده على الفيزيكال اكزامينشن. لازم تعرف حصل العيان كويس، الكرينيال نيرفز، تمبرومانديبولار جوينت من الحاجات المهمه جدا، muscles of mastication، الفيسلز بتاعت السكالب، وفي تريجر بوينتس للصداع ده، وبعدين تخش بقى على الروتين نيورولوجيكال اكزامينشن بتاعنا. دايجنوستيك تيست حاجات مساعده بتشخص بيها، معمل، شويه فحوصات معمليه، رسم مخ. هنا عايز اقف بس عند رسم مخ وقفه، لانه الحقيقه كتير كتير من العيانين اللي عندهم مايجرين بيجي لهم اي اي جي تشينجز، وفي انتر لينك كده ما بين المايجرين والابيلبسي، فبالتالي هتلاقي انه عيانين كتير بيبقوا هم سيمبلي مايجرين وبيتشخصوا، والدكتور يقول لهم اصل انت عندك اللفظ المعتاد انه بيتقال عندك كهرباء زياده في المخ، ويفاجئ العيان كمان ان انت لما بتكتب له علاج ان انت بتكتب له علاج انتي كونفالزنت. الله، ده انت بتؤكد التشخيص بقى، ده انا عندي فعلا كهرباء زياده في المخ. الحته دي برضو مهمه يا جماعه، مش كل اي اي جي تشينجز بنلاقيها يبقى ده معناها ان العيان عنده مشكله في كهربيه المخ، وجزء كبير من الناس المايجرين بيبقى عندهم changes. مهم برضو اذا كنت تعمل سي تي او ام ار اي، امتى هتعمل راديولوجيكال انفستيجيشن، ده برضو شيء مهم. مش يعني برضو لازم انت دكتور، انت يو ار وايز مان اور وومن، انت حكيم في قرارك، مين العيان اللي تعمل له سي تي او ام ار اي وليه. يعني مثلا لو واحد عنده هيستوري اوف تروما، لا لازم اعمل له سي تي سكان، طبعا طبعا الف ب. لكن واحد عنده او واحده عندها سنين 20 سنه بتشتكي لك من مايجرين وتيجي تقول لها اعمل لك ام ار اي، سخيفه شويه، الا اذا
انت حسيت ان في تشينج في الكاركتر او تشينج في الفريكونسي، والله كانت بتجي لي النوبه كل شهر دلوقتي بتجي لي كل يوم، والله كان بيجي لي بشكل معين دلوقتي اختلف الشكل، والله كان بيجي لي بسيفيريتي دلوقتي لا مش قادر. فلو اذا كان في تشينج في المواصفات بتاعت الهيدك زي ما قلت في الهيستوري، لا هنا لابد ان انا اتدخل واعمل راديولوجيكال انفستيجيشن. سيرفايكال سباين فيلمز مهمه برضو احيانا كثيره، بيبقى وخصوصا العيانين تنشن تايب هيدك بيبقى عندهم مشاكل في الفقرات العنقيه، برضو هنا بيبقى في اوفر دايجنوز كتير قوي من العيانين، يجي لك يقول لك الدكتور شخصني الصداع ده بسبب الفقرات العنق، وانت طبيعي بعد سن معين لو عملت لاي واحد فقرات سيرفايكال سباين فيلم هتلاقي فيها تشينجز، فبس يبقى هو ده سبب الصداع. ساعات بتبقى هنا برضو فيها اوفر دايجنوزز. تيمبرو مانديبولا جوينت برضو مهم جدا زي ما قلت، ساعات كتير ويعمل سيفير بين وبتشخص تراجمينال نيورالجيا وحاجات من هذا القبيل. فمهم برضو ان انا دايجنوستيك تيست، الدايجنوستيك تيست ممكن تحط ايدك على الكلو سبب الصداع وممكن تديك اكسكلوجن عشان تصل الى تشخيصك المظبوط. بحب قوي الصوره دي، الصوره دي الفراعنه القدامى، شوفوا قد ايه كان عندهم تصور لموضوع الصداع، والرابطه دي يا جماعه على فكره ما زالت بتستخدم، يعني ناس كتير من عيانين بيجوا يقول لك انا ما بستريحش الا لما بربط على دماغي رابطه جامده كده، رابطه جامده. ودي طبعا ليها فكره لطيفه جدا، ان انت بتقفل الفازو دايليتيشن الجامد اللي بيعمل ثروبينج بين عنيف، بالسيتنج بين عنيف، هو ده بيريح العيان جدا. ناس كتير من المرضى يجي يقول لك انا بحط راسي تحت دش بارد او ميه بارده، برضو دي فيري فيري يعني عبقريه في استخدام الطرق الطبيعيه للعلاج. بس هنا المصريين القدامى بقى حاطين التمساح وحاطين مع يعني مع الرابطه بيبقى فيه برضو تدخل دوائي. الصوره دي معبره جدا، لو سمعت عيان مايجرين هتلاقي يقول لك انا حاسس ان في حاجه بتدق في نافوخي، شواكيش بتضرب في دماغي، والصوره دي كمان معبره جدا، مغمض عينه لا سامع لا 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 مستحمل ضوء، وسدد ودانه مش مستحمل صوت، فونوفوبيا وفوتوفوبيا، ده المايجرين. طبعا مش عايز التشخيص اكيد احنا سمعناه قبل كده، لكن عايز اقول ان هو نسبته تصل من 10-13% of entire population، 17% في ميلز و6% ميلز، نسبه تقريبا دايما بنقول ان الفيميلز بيبقوا اكتر من الميلز، تلتهم السيدات بيبقى في الشايلد بيرنج بيريد، تلت بيبقى عنده مايجرين. ده شويه ارقام كده على الابيديميولوجي. precipitating factors مهمة جدا 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 من هنا لبكرة. ليه؟ لانه انا بسم الله الرحمن الرحيم بداية العلاج لازم ابعد عن precipitating factor، يعني ما ينفعش ان انا اكون عندي multiple precipitating factors وادي العيان دواء واقول له الدواء هيخففك لوحده. No. فطبعا عندي حاجات مهمة جدا، من أهمها الاسترس طبعا، يعني مش عايزة كلام، وده بنشوفه حتى في الحياة العملية كتير، الناس اللي عندهم مايجرين وقت لما بيبقى فيه استرس عنيف، طالب عنده امتحان، حد بيشتغل وشغله very tense، طبعا الاسترس. head وneck infection، أي infection، وخصوصا من ضمن الحاجات المهمة جدا 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 وبتعمل interlink بينه وبين بتوع الأنف وأذن sinusitis، مهمة جدا. يجي يقولك ده هو عنده التهاب جيوب أنفية ولا عنده مايجرين. هيد تروما وسيرجري قلنا عليها قبل كده. تشيز وخصوصا الجبنة القديمة، aged cheese، الجبنة القديمة، المنتجات الألبان ريد واين، يعني ربنا يعافينا ويعفو عنا، ما أعتقدش أنها مشهورة عندنا، لكن لو عندك ده برضو مهم. الريد واين برضو أنا هطلع برا الموضوع المايجرين. كلاستر هيدك مهم جدا جدا جدا، ان انت تبعد عن لو كان حد، وخصوصا دي بتيجي في الميلز الكلاستر هيدك، فبرضو ابعد عن الريد واين. وانا عندي كان في حد كده، مجرد ان انت تبعده عن الفاكتور المسبب العيان تقريبا بيخف مع شويه ضبط الميديكيشن خفيف. ناتس
شيلفيش، كافيين ويذدرول، معروفه جدا جدا. انت بتيجي في رمضان الناس اللي متعوده انها تشرب كافيين كتير ويجي فجاه يصوم في رمضان، مجرد الويذدرول يجي يقول لك مش قادر، وخصوصا الايام الاولى من الصيام بتبقى الامور صعبه جدا، وخصوصا كل ما تقرب ساعات المغرب قرب الفطار بتبقى الدنيا صعبه جدا نتيجه الكافيين والذرول. برضو الفازو دايليتور زي ما قلت في الاول من ضمن الادويه المهمه جدا، خلي بالك ما يكونش العيان بياخد دواء موسع للشرايين وبعدين تقول له خد ادويه يعني لا مؤاخذه، يعني ابعد عن الشر وغني له، زي بالظبط عيان السكر يقول لك بضرب لي صينيه البسبوسه وازود كميه الانسولين، طب ما تبعد عن البسبوسه. anyway البرفيوم سترونج اودرز برضو من الحاجات، في بعض العيانين يقول لك الروائح النفاذه او البارفانات الكتير ممكن قوي انها تعمل بريسيبيتيشن للمايجرين. الريجولار دايت مهمه جدا، والريجولار سليب مهمه جدا جدا، اضبط نومك اضبط اكلك الدنيا تظبط، فسيولوجيا بتاعت ربنا اللي خلقنا عليها، ننام بالليل وناكل وجبات منتظمه الدنيا بتظبط. لكن برضو هتلاقي تجميع البريسيبتيتنج فاكتورز دي هتلاقيها في معظم الناس، وخصوصا في اللايف ستايل الحديث اللي احنا بنعيشه. لايت طبعا، الاضواء المبهره طبعا من ضمن الحاجات اللي ممكن تكون بريسيبتيتنج للمايجرين. التقسيمه القديمه خالص 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 اللي احنا بنقول عليها الكلاسيك مايجرين والكومن مايجرين. الكلاسيك مايجرين اللي هو مايجرين وذ اورا، طبعا ما عادش فيه اسمها كلاسيك وكومن، بقى اسمه مايجرين وذ اورا ومايجرين وذاوت اورا. المايجرين وذ اورا اقل شويه من الكومن مايجرين، بما انه اسمه كومن مايجرين يبقى هو اشهر او المور فاميليير، اللي هو جاست هيدك، مجرد صداع ما يجيش لا يسبقه اورا. المايجرين وذ اورا سهل قوي تشخيصه، سهل قوي تشخيصه لان الاورا نفسها بتديك الكلو للتشخيص، فبالتالي هما تو اتاكس وذ اورا تقعد اكتر من 5 دقائق واقل من 60 دقيقة. الاورا من 5 دقائق لستين دقيقة. At least one of the following: fully reversible positive or negative visual symptoms, fully reversible sensory symptoms, fully reversible dysphagic speech disturbance. مهم قوي ان الاتاك بتاعت المايجرين الاعراض المصاحبة ليها سواء visual، يشوف سنتيليشن، يشوف فلاش بتضرب في عينيه، يشوف زجزاج، او سنسوري نمل نص جسمي يا باشا نمل، او سبيتش افكشن، كل دول فولي ريفرسبل بعد ما الهجمه بتعدي العيان بيرجع طبيعي جدا. طبعا ساعات بنتلخبط هنا مع التي اي اي ترانزكس سكيميك اتاك، فدي برضو حته مهمه في الديفرنشال دياجنوز لانها في الاول وفي الاخر مايجرين از فاسكولار هيدك. طيب الاورا قلنا اشهرهم فيجوال سنسوري ممكن موتور سبيتش، ده هم اهم حاجات في السيمتومز بتاعت الاورا. التيبيكال زي ما قلت زجزاج لاين، بيشوف كده زي زجزاج قدامه. uncolored flickering، على فكرة اللي بيكلمكم ده احد الناس التي تعاني من هذا، الحمد لله يا رب مش فيري مش فريكوينت الحمد لله، لكن ده كلاسيكي الزجزاج لاين ده. باراستيزيا لا الحمد لله ما بتجيليش، باراستيزيا في اللبس في اللور فيس والفينجرز، او ممكن حتى يبقى في ويكنس في الهاند والارم on one side، يبقى يا فيجوال يا سنسوري يا موتور يا اما سبيتش، ده الكومن اورا. طيب المايجرين وذاوت اورا بما انه ما فيش اورا بتديني كلو للتشخيص، فهنا المطلوب من حضرتك تشخصه على 5 اتاكس، الثاني كان 2 اتاكس بس لان الاورا اديتك الحل، لكن هنا ما فيش اورا مجرد صداع، وبالتالي لازم عدد الاتاكس يبقى اكتر شويه، 5 اتاكس lasting 4 to 72 hours. اكتر من 72 hours reconsider your diagnosis. دايما بنقول كده الصداع النصفي الاتاك لا تتعدى 3 ايام، من 4 ساعات الى 72 ساعة. 2 of the following characteristics unilateral، مش ضروري يعني احنا بنقول صداع نصفي شقيقة unilateral بس مش ضروري، مش ضروري يبقى unilateral،
وعلى فكرة البايلاتراليتي ممكن كمان، مش بالضرورة اليونيلاتراليتي تبقى on the same side دايما، يعني دايما يا دكتور بيجي لي ناحية اليمين، ده مش حاجة حلوة على فكرة، لكن بتتنقل مرة يمين ومرة شمال، ده بتريحك شوية انه ده migraine. pulsating quality ده اهم شيء، throbbing pulsating انا حاسس ضربات قلبي او نبضاتي في دماغي من فوق، moderate or severe intensity severe up to، لا بيجي يقولك انا هخبط راسي، انا عايز حاجة راسي تنفجر، انا هخبط راسي في الحيط من كتر الالم. aggravated by or causing avoidance of routine physical activity مهمة جدا، والدول المتقدمة بتبني كل كلامها على الفيزيكال اكتيفيتي، ده ان هو لو انا عملت نشاطاتي العادية الروتينية هتزود الصداع، وبالتالي عشان اتفادى الكلام ده انا بحاول ان انا ببعد عن الكمبيوتر، ببعد عن شغلي، عايز اخش اوضه ضلمه محدش يكلمني محدش، والطلبه في المدارس والطلبه في الجامعات نفس القصه، مش قادر ينزل ايه الدرس بتاعه. طيب وقت الصداع ممكن يبقى one of the following nausea and or vomiting، ممكن يبقى في نوزيا وممكن يبقى في فوميتنج، وفي ناس كتير يقول لك لما بيحصل الفوميتنج انا الصداع بيستريح. فوتوفوبيا اند فونوفوبيا زي ما قلنا، مش مستحمل الضوء ولا مستحمل الصوت، وبعدين not attributed to another disorder مهم جدا جدا بالديفرنشال دايجنوز اللي احنا قلنا في الاول على مستوى الهيستوري والاكزامينشن والانفستيجيشن، ان انت ما يكونش عندك سبب اخر لهذا الصداع. طيب احنا ادينا مقدمة، بندي بقى ايه، احنا قلنا اكتر من 10% من الناس عندها مايجرين، ده الشيء على مستوى العالم، وهتلاقي الارقام في امريكا هو حوالي 10%، امريكا الجنوبية اكتر شوية، اوروبا 11، افريقيا 10، استراليا 10، تقريبا على مستوى العالم حوالي اكتر من 10%، وبالتالي ده حاجة الصداع ده حاجة مش قليلة، ده حاجة very common، وبالتالي بما انه common كده يبقى ناس كتير بتعاني منه، وبالتالي لازم احنا نشخصه مظبوط علشان نعالج مظبوط. على مستوى المنطقة الميدل ايست هنلاقي انه مصر كذا epidemiological study قالت ان مصر فيها حوالي 17% في المنطقة، اكتر ناس عندهم البريفالنس بتاعهم عندهم اعلى حاجه كانت ايران 27.5%، وبعدين يليها الكويت 23%، وبعدين مصر 17%، يعني ارقام 17% برضو مش قليل. مشكله المايجرين يا جماعه انه اندر تريتد. يعني ايه اندر تريتد؟ هو اندر دايجنوزد وبالتالي اندر تريتد. يعني ايه اندر دايجنوزد؟ هو مش بتشخص. يعني ايه العيان بيجي له صداع، يا عم ده عندك شويه صداع، يروح للصيدلي يديله يصرف له اي دواء وياخد الدواء سكن له الصداع شويه خلاص الدنيا عدت، يجي له تاني يروح ياخد نفس المسكن وهكذا، فهو اندر دايجنوزد. بالتالي بما انه اندر دايجنوزد هو اندر تريتد، لدرجه انه 10 مليون على مستوى العالم المايجرين بتاعهم، سواء على مستوى الفريكونسي المعدل او السيفيريتي الحده، بتعمل امباكت للديلي اكتيفيتي، وبالتالي لازم اديهم بروفيلاكتيك تريتمنت. انا هتكلم في الحته دي شويه لانه بنسمع كتير من ناس وللاسف دكاتره يقول لك اصل الصداع النصفي ده ليس له علاج، الصداع النصفي ليس له علاج، او يهون بقى الناحيه الثانيه خالص يقول لك لا ده ما يا جماعه انا شويه صداع بقى هتعمل لنا قصه. لا، المايجرين الدول المتقدمة والدول اللي بتحترم أدمية الإنسان لا بيعتبروه مرض disabling، مرض معوق للبني آدم ولحياته، سواء حياته العملية أو حياته حتى الشخصية، وبالتالي العلاج إن أنا أحميه من الصداع، إن أنا أعمل prophylactic treatment، وده اللي هنتكلم فيه. 3.5 مليون من العشرة هما on prophylactic treatment، وبالتالي 6.5 اللي هما بقية العشرة اللي هما بيحتاجوا ياخدوا prophylactic treatment مش بياخدوا prophylactic treatment للمايجرين.
طيب على مستوى العيانين بتوعنا النهارده حاليا في الوقت الحالي اللي احنا بنتكلم فيه، 80% ممكن يوقف البروفيلاكتيك تريتمنت ده علشان حاجه من اتنين، يا اما ما استفادش ليميتد افيكاسي، يا اما حصل له منه اعراض جانبيه. طيب هنخش بقى على البروفيلاكتيك تريتمنت، الفارماكولوجيكال تريتمنت. انا عندي، انا دكتور كلينيشن نيورولوجيست، وبالتالي عندي حرفتي وشطارتي وفي اختياري الدواء المناسب للمريض المناسب. عندي طريقين للعلاج في الفارماكولوجيكال تريتمنت، استخدام الادويه، يا اما اكيوت ثيرابي يا اما بروفيلاكتيك ثيرابي. الاكيوت ثيرابي اللي هو يوز تو ابورت المايجرين اتاك، يعني العيان جاله المايجرين وبياخد دواء عشان يأبورت الأتاك. يا إما بروفيلاكتيك تريتمنت اللي هو بقى بيعمل إيه البروفيلاكتيك تريتمنت ده؟ هدفه إن أنا أحمي المريض أصلاً من الأتاك. بيعمل إيه؟ بيقلل المعدل الفريكونسي، بيقلل الديوريشن، وبيقلل السيفيريتي. وإنت بتحكم على نجاحك في استخدام العلاج من ثلاث نقط دي. الفريكونسي يا دكتور قل، المعدل قل، حدته قلت، وقته قصر، يبقى انا كده بستخدم علاج فعال ومفيد وحامي للعيان. ما تتخيلش ان انت مأول مجرد انك تستخدم بروفيلاكتيك تريتمنت العيان هيقولك شكرا خلاص خفيت، لا، هنقول شروط بعد كده لاستخدام هذه هذا البروفيلاكتيك تريتمنت. طيب من الاول كده العيان لازم هيقعد ongoing treatment لفترة لا تقل عن سنة، بس بشرط انه في خلال هذه السنة يكون اداني امارة، يكون اداني الفريكونسي قل، الديوريشن قلت، السيفيريتي قلت، وبالتالي ده ماشي على الطريق. ممكن اعمل شوية موديفيكيشن للجرعات او اعمل شوية موديفيكيشن للميديكيشن اللي مديهوله، وبالتالي نقدر نديله حماية كاملة. لكن ان انا اديله سنة وهو مش حاسس باي فايدة، طبعا ده كلام مش مظبوط. طيب لو انا عندي تريجر معين زي الاكسرسايز مثلا، في ناس تقول لك لما انا ببذل مجهود او بروح اتمرن او اجري او اعمل ما اعرفش ايه يجي لي الصداع، فده الحقيقه بيستخدم ايه، مجرد الاكيوت ثيرابي هيبقى كفايه عليه، وابعد عن الشر وغني له، ابعد عن التريجر اللي بيعمل لك ايه الصداع. طيب الشورت تيرم ده لو كان العيان الاكسبوجر للبروفوكينج فاكتور ليميتد، زي مثلا الاستيرويشن، لو انا الفيميل بيشنت عندها الصداع ده مرتبط بالمنستريشن، يبقى انا بستخدم شورت تيرم ثيرابي لفتره قصيره وخلاص. امتى بقى استخدم المينتنس اللي انا قلت عليه لمده سنه اذا كان العيان ده محتاج اونجوينج تريتمنت، زي اللي عندهم ريسك اوف كرونيك مايجرين، او زي ما احنا هنقول ان عندي المايجرين. اكيد احنا عرفنا انه نوعين، ايبيسوديك مايجرين اقل من 15 يوم في الشهر، اكتر من 15 يوم في الشهر بيبقى كرونيك مايجرين. يبقى انا عندي فارماكولوجيكالي اكيوت تريتمنت للابورشن اوف ذا اتاك، بروفيلاكتيك تريتمنت ان انا احميه اصلا من ان الاتاك تيجي. طيب الاكيوت تريتمنت بنعمل ايه؟ اولا بنبتدي بالحاجات البسيطة. الأول بنستخدم الأنرجيزكس، وفيها كلام كتير على فكرة، كتير من الأنرجيزكس النون استرويد المسموح بيها، حاجات كتير، سواء الديكلوفيناك، سواء الإبيوبروفين، سواء يعني كل الأنرجيزكس، ودي برضو فيها نوع من الاختلاف. يعني مثلا تلاقي العيان ممكن يستجيب على دواء ولا يستجيب على نوع تاني، ودي طبعا سبحان الله يعني الكيمياء بتاعت البني ادمين مختلفه. ممكن واحد يقول لك تسلم ايديك المسكن اللي انت اديتوني ده هايل، واحد تاني يقول لي دواء عمل لي حاجه خالص. فيبقى انا عندي مجموعه الانرجيزكس دي نمبر 1. نمبر 2 تريبتان،
ودي الموضة اللي كانت في السنوات الأخرانية، مش أخرانية قوي، يمكن أكتر من حوالي 20 سنة طلعت موضة التريبتان، لأنه التريبتان دي بتعمل سيفير فازو كونستريكشن، بتمنع الفازو دايلاتيشن، وبالتالي بتبقى مهمة أن أنت تستخدمها very early علشان تمنع البالسيتنج وثروبينج بين من الأول. ممكن في بعض العيانين يحتاجوا يستخدموا أنتي إيماتيك، ممكن الارجوت الكالويدز. الحقيقه انا انا ما عدتش بستخدمها خالص. طبعا الناس القدام كانوا بيستخدموا الارجوت كتير، الارجوتس من الادويه، حتى بلفظ العيان يقول لك ده سحر، مجرد ان انا اخد الحبايه برتاح على طول، بس على المدى الطويل حقيقه ليها سايد افكتس عنيفه جدا. انا بطلت استخدمها، ولما بيجي لي عيان ماشي على ارجوت بقول له بطل خالص، بلجأ للحاجات العاديه انرجيزك او التريبتان، ده لو كان في الاكيوت تريتمنت. طيب هدف الاكيوت تريتمنت ايه؟ ان انا اعمل ابورشن للاتاك، ان انا طبعا اعمل بين ريليف وامبروفمنت في خلال الساعتين، ان البين ريليف ده يفضل مستمر في خلال ال 24 ساعه اللي جايه، ويا ريت يفضل الافيكاسي ده مستمر للاتاكس اللي بعد كده. يبقى ده الطريقه البلدي الشعبي اللي انا مش بحبها. انا بحب النمرة 2 بقى، اللي هي البروفيلاكتيك تريتمنت، ما اقعدش مستني قاعد ايدي على خدي كده وما يجي لي الاتاك، الا اذا كان مثلا العيان ده بيجي له الاتاك فيري انفريكوينت، مرة كل كم شهر، مرة في السنة، يعني ده بقى مش معقول هحطه على بروفيلاكتيك تريتمنت. ده يبقى يستنى بقى لما الاتاك تجيله ويستخدم ايه؟ الاكيوت تريتمنت. طيب امتى البروفيلاكتيك تريتمنت بيبقى eligible؟ يعني ايه الجايدلاينز؟ من هو المريض الذي يحتاج ان انا ابتدي له بروفيلاكتيك ثيرابي؟ دي الامريكان اكاديمي جايدلاينز والامريكان هيدك سوسايتي جايدلاينز. من هو العيان اللي محتاج ان انا اعمل له انيشيشن للبروفيلاكتيك ثيرابي؟ Prophylactic therapy may be appropriate if the patient exhibits 1. recurrent headache that impact daily routine despite acute treatment. اديته الacute treatment اللي احنا قلنا عليه في الورقة اللي في السلايد اللي فات، خد الacute treatment وبالرغم من كده مش قادر، وبيجي له صداع متكرر بيعمل له impact على الروتين بتاع حياته. يا اما contraindication to or failure of overuse or overuse of acute therapy. خدت الـ acute therapy ده، انا لسه كنت بقول لك ممكن استخدمه لو كان العيان very الاتاك بتاعته very infrequent، لكن لو هو عنده contraindication انه يستخدم acute treatment، مثلا التريبتان من ضمن الحاجات السخيفه جدا اللي بتعملها عشان السيفير فازو كونستريكتور ايفكت بتاعها الكورونريز، بتعمل مشاكل في الهارت، فلو واحد عنده مشاكل هارت ابعد طبعا، ما تدوش تريبتان، يبقى كونترا انديكيتد. 2 فيلير من اكيوت ثيرابي، عمال يسف في ادويه، اوفر يوز اكيوت ثيرابي، ومع كده لم يستجيب. يا اما فيلير يا اما اوفر يوز، عمال يسف يقول لك انا كنت باخد الحبايه كان بتضيع الصداع على طول، دلوقتي عمال اخد 10 حبات ومفيش فايده. او يكون في الاتاك فريكوينت هيدك، لو كان في فريكوينت هيدك، يبقى اذا ريكرنت هيدك بيعمل امباكت للديلي روتين، كونترا انديكيشن او فيلير او اوفر يوز اوف اكيوت ثيرابي او فريكوينت هيدك. طيب وانت بتختار العيان الدواء، انو دواء اللي بتكونسيدر عشان تستخدمه للبروفيلاكسس؟ نمره 1 افكتيف، مش هديله دواء ما يكونش إفاكتف. 2 الأدفاس إيفنت، خلي بالك هنقول إن هنستعرض الأدوية مع بعض دلوقتي ونشوف كل حاجة والأعراض الجانبية بتاعتها إيه. كوموربيد كونديشن، كوإزيستنج كونديشن، خلي بالك يعني كتير من عيانين المايجرين مثلا يجي يقولك إيه، ضغطي واطي، ولما ضغطي بيوطأ الصداع بيزيد. من الذكاء ومن يعني الحكمة والحنكة ما تدوش ده بيتا بلوكر، يعني بيتا بلوكر، واحد ضغطه 90 60 ولا واحده ضغطها 90 60 ولما بتهبط الصداع بيزيد، تديها بيتا بلوكر حاجه يعني ساعات كده بيبقى اختيارات الناس بتبقى عجيبه شويه. بيرسونال كونسيدريشن مهم جدا، بيرسونال كونسيدريشن، انت بتحط في الاختيار مثلا
واحدة ست بنت مخطوبة وعايزة تتجوز أو هتحمل، خلي بالك ما تختارلهاش دواء يكون عنده تراتوجينيسيتي عالية، كوست برضو الأدوية وغلوها وسعرها. طيب starting medication، هنبتدي خلاص اختارنا الدواء وهنبتدي الميديكيشن. start with low dose and titrate slowly as needed. تطص العيان، لسه بديك اكزامبل على العيان الهايبوتنسيف اللي ضغطه واطي، تروح هبدو اندرال 120 ملي جرام في اليوم، كل سنه وانت طيب راح منك ومش هيرجع لك تاني. start with low dose and titrate upward slowly as needed. give each drug an adequate trial period. دي انا في خلاف عليها وهقول لكم في الاخر انا بختلف في القصه دي ليه. consider tapering or discontinuing treatment بعد من 6 اشهر لسنه، زي قلت لك البروفيلاكتيك تريتمنت مينيمم من 6 اشهر ماكسيمم يعني سنه، عشان انت تحسب حسبتك مظبوط وتقول اذا كان العيان ده استفاد من هذا الدواء ولا لا. بعد كده في شويه تعليمات عامه بقى للعيان، انه يستخدم هيدك دايري، ان هو يعمل اسس الديسابيليتي، ما اعتقدش ان دي بتحصل في مصر قوي يعني، لكن على الاقل الدايري دي مهمه. ادريس ذا بيشنت اكسبكتيشن، حلو قوي قوي، انت متوقع ايه من الدواء؟ زي ما كنت بقول لك من الاول هتدي له الدواء خلاص خفيت يا دكتور، لا كل سنه وانت طيب، مش هيحصل. لكن النجاح ان انت تقلل له المعاناه اللي هو بيعاني منها. نمره 2 explain importance of adherence، مهمة جدا ان انا باخد الدواء ساعات وما باخدوش ساعات، اصلا انا باخده لما بصدع، باخد حباية التوباماكس لما يجيلي صداع، ده كلام مهبل sorry to say. وبعد كده تحط الفورمال بلان اوف مانجمنت. يبقى دي الشروط العامة او الجايد لاينز بتاعت البروفيلاكتيك ثيرابي. طيب نقسم بقى البروفيلاكتيك ثيرابي دي لنوعين، عندي الابيسوديك مايجرين، وانا قلت يعني ايه ابيسوديك مايجرين، واعتقد ان احنا نكون عرفناه باي ذس تايم، يعني ان الابيسوديك مايجرين ان هو المريض اللي بيجي له عدد الايام اقل من 15 يوم بير مانث هيدك، يعني في خلال الشهر عدد ايام الصداع اقل من 15 يوم. الكرونيك مايجرين على الناحيه الثانيه اللي هم اكتر من 15 يوم في الشهر بيسمى كرونيك مايجرين. عشان نقفل الكرونيك مايجرين، هو الـ واخد الابروفل فيه هو البوتيولانم توكسين، هو اللي واخد الابروفل. طيب خليني في الابيسوديك مايجرين، طبعا في ادويه جديده نازله دلوقتي للبروفيلاكسس، يمكن اقولها في الاخر خالص، المونوكلونال انتي بوديز على حته الكرونيك مايجرين. طيب قبل ما اخش في تفاصيل الابيسوديك مايجرين، عايز اقول وات از ذا جول اوف بروفيلاكسس تريتمنت، البوكس اللبني اللي في النص ده، نمره واحد قلت لك تو ريديوس السيفيريتي والفريكوانسي اوف ذا اتاك، 2 ريدكشن 50% اوف ذا اتاك في خلال 3 اشهر. وبالتالي انا ارجع اقول تلخيص مين العيان اللي محتاج البروفيلاكسس، لو عنده مشكله في المدرسه، في الشغل، في الكواليتي اوف لايف، مدرسته مش قادر يروح المدرسه، بيغيب كام يوم في الشهر، الراجل اللي مش قادر ولا الست مش قادره تروح شغلها، الكواليتي اوف لايف مش قادر يروح مناسبات اجتماعيه لانه عنده سيفير امبيرمنت، الاتاكس فريكوينتلي موجوده واللي هي مينيمم 2 بير مانث، كنا زمان بنقول 3، دلوقتي 2 او اكثر بير مانث، يبقى ده محتاج بروفيلاكتيك تريتمنت. نو ريسبونس للاكيوت تريتمنت، ما عادش الاكيوت تريتمنت بيجيب لي النتيجه المرجوه. فريكوينت very long uncomfortable aura، طبعا طبعا لو كانت الاورا مطوله قوي وبتجيله كتير قوي وبتزعجه جدا، واحد مثلا بيجيله سبيتش اريست، ده حاجه تخض يا جماعه، ده حاجه مرعبه جدا، يعني واحد يجيله سبيتش اريست ويقعد كده صعبه جدا. ونختار البروفيلاكتيك تريتمنت زي ما هنقول دلوقتي في الكولم اللي على الشمال اللي هو الابيسوديك مايجرين. على مستوى الايفيدنس، احنا بنتكلم الايفيدنس ليفل سواء اليوروبيان الاي اف ان اس او الامريكان اللي هي الامريكان هيدك سوسايتي او الامريكان اكاديمي، حاطين ليفل، ليفل A ده اعلى ليفل اعلى حاجه، ليفل B ده اقل شويه، ليفل C طبعا اقل، ليفل U ده اقل حاجه. طيب على مستوى اليوروبيان والامريكان، البيتا بلوكر ليفل A على طول، بروبرانولول، ميتوبرولول، واتيمولول كلهم ليفل A موجودين، البيتا بلوكر ليفل A. وبعدين نمرة 2 يجي الانتي ابيليبتيك، برضو
الفالبرويت الفالبرويك اسيد والتوبيراميت برضو ليفل A، كالسيوم شانل بلوكر فلونارزين ليفل A، انتي ديبريسنت اللي هو الاميتريبتيلين ليفل B، وفي حاجات اخرى بقى الانتي هايبرتنسيف كانزارتان ليزونوبريل دول واخدين ليفل C، جابابنتين واخد ليفل C، ميثوسرجيد ليفل C. خلينا بقى في الاربعه الاولانيين اللي هم ليفل A او B، البيتا بلوكرز، الانتي ايبيليبتيك فالبرويت او التوبيراميد، كالسيوم شانل بلوكرز والانتي ديبريسنتس، دول الفيري كومنلي يوزد، واحنا ده اللي بنستخدمهم على طول. طيب بالمناسبه السعيده كلهم ادويه مش نازله للمايجرين، يعني البيتا بلوكر ده بتوع القلب بيستعملوه، يجي لك العيان يقول لك يا دكتور انت كاتب لي دواء بتاع قلب منظم ضربات قلب، احنا انا بشتكي لك من صداع، يجي التاني يقول لك يا دكتور انا كاتب لي دواء صرع وانا ما عنديش صرع. فبالتالي كل الادويه دي بتستخدم للمايجرين ولكنها ليست مخصصه او ليست سبيسيفيك للمايجرين. خلاص احنا اتكلمنا على الكرونيك مايجرين، قلنا البوتولينم توكسين، قلنا الابيسوديك والكرونيك مايجرين بيتا بلوكرز، انتي كونفالزنت، كالسيوم شانل بلوكر، انتي ديبريسنت واذرز. طيب خلينا نستعرض بسرعه كده كل مجموعه من المجموعات. العلم ده مش علم امريكا، يعني فرحتي بامريكا، يعني ده الجايد لاينز، يعني الامريكان واليوروبيان جايد لاينز. البيتا بلوكرز طبعا بتستخدم في المايجرين بروفيلاكسس، بتستخدم حلوة جدا جدا للعيانين اللي عندهم كارديوفاسكولار ديزيز او عندهم انكزايتي اتاك، حلو قوي لما واحد يجيله او واحدة عندها مايجرين وعندها انكزايتي، حلو يبقى تديله بيتا بلوكر. هو ده اللي انا بقولك حسن اختيار الدواء، ان انت ما تجيش واحد هايبوتنسيف وتديله بيتا بلوكر، لكن واحد عنده مشاكل هارت او عنده هايبرتنشن يا سلام ده يبقى رائع جدا، عنده انكزايتي حلو جدا. الابروفد زي ما احنا قلناهم الثلاثه، بروبرانولول وميتوبرولول وتيمولول، اعراضهم الجانبيه الريزلا، ممكن يعمل ديبريشن، سليب ديستربنس، براديكارديا طبعا، كونجستيف هارت فيلير، هايبوتنشن زي ما كنت بقول لك، برونكوسبازم. خلي بالك واحد يكون عنده مشكله في البرونكيال ازما وتدي له بيتا بلوكر، امبوتنس، فاتيج، و reduced exercise tolerance، ده البيتا بلوكرز. الانتي كونفالزنت هم الدوايين المشهورين، التوبيراميت، التوبيراميت طبعا الحقيقه من الادويه الفيري افكتيف كبروفيلاكتيك تريتمنت في المايجرين. خلي بالك ان هو لازم تايتريت الدوز بالراحه جدا بالراحه جدا، لان هو السايد افكتس بتاعته لما بتبتدي بدوز عاليه بيبقى سخيف جدا. وانا رايي الشخصي ان انا ببتدي ب 25 ملي جرام وبعدين اعلى ل 50 ملي جرام، لو 50 ملي جرام ما جابتش فايده ما تعليش، مش هيفيد. الدوز المفروض من 50 ل 100، لكن اذا 50 ملي جرام ما فادتكش دونت انكريز ذا دوز من الاول، ما تتعبش العيان وتتعب نفسك. اعراضه الجانبيه ديزنس، سومنالس، انوركسيا، حلو جدا 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 للستات اللي عايزين يخسوا، حلو جدا. انوركسيا difficulty في الميموري، غلس جدا بقى في الطلبه الصغيرين، في العيال الجامعه، في الناس اللي بتستخدم دماغها كتير، بايخ قوي في الكونسنتريشن والاتنشن، ساعات بيغير طعم التيست، يعني يو تي اي، نوزيا، دايريا، باراستيزيا، فاتيج، ويت ديكريز. زي ما قلت لك الانوركسيا مع الويت ديكريز ده بتبقى ساعات ميزه في بعض الناس. الفالبرويت احنا عارفينه طبعا، وبيستخدم بنستخدمه كتير كانتي ايبيليبتيك دراجز، فيري افكتيف برضو في المايجرين الحقيقه. مشاكله بقى الالوبيشيا، ديزنس، سومنالنس، استينيا، هنا بقى بيعمل نوزيا وفوميتنج، لكن هنا بيعمل ويت جين مش ويت لوس، فخلي بالك برضو ما يكونش حد سمين او واحده سمينه وتديها الفالبرويت، ريزل قوي على الليفر انزيمز في البريجنسي بالنسبه للسيدات طبعا. جابابنتين I have never used it، الحقيقة عمري ما استخدمته في البروفيلاكتيك بتاع المايجرين، لكن في كلام عليه وزي ما قلت لك ان هو ليفل C. كالسيوم شانل بلوكر الحقيقة بنستخدمها كتير، وخصوصا السيلكتيف فلونارزين، كان في زمان دواء اسمه السيبيليوم، احنا دلوقتي بنستعيد عنه بالاستوجيرون او السينارزين، هو
كالسيوم شانل بلوكر، فيرابامير هتلاقيه مكتوب في الكلاستر هيد كمان، الفيرابامير كالسيوم شانل بلوكر من اكثر الاعراض الجانبيه بتاعتها الدبريشن الحقيقه، ديبريشن، والسيبيليوم كانت شال عشان كده الحقيقه، ديزنس، فيرتايجو، انسومنيا، سومنولنس، هيدك حاجه غريبه قوي انه في بعض العيانين ممكن يعمل لهم هيدك، فاتيج، هوت فلاشز. انتي ديبريسنت المتفق عليه هو الاميتريبتيلين الحقيقه، ممكن استخدم الفلو فلونافاكسين اللي هو الدي ان الاس ان ار اي سيروتونين نور ادرينالين ريابتيك انهبيتور، لكن هو المتفق عليه هو الاميتريبتيلين بدوز صغيره برضو. انا هقول لك بعد ما اخلص الحته دي هقول لك انا بعمل ايه. تراي سايكليك اند ديبريسنت بتستخدم كسكند لاين زي ما قلنا، ليفل بي يعني، والكنترول ترايل بتعمل ايه، كونفيوجن، ديزنس، دراوزنس، انتي كولينرجيك افكت، خلي بالك الناس الكبار او العواجيز خلي بالك، الرجاله خلي بالك من حته البروستيت، بيعمل ويت جين، بلورد فيجن. حته الانتي هايبرتنسيف زي الانجيوتنسين 2 ريسبتور انتاجونست برضو من الادويه، كاندزرتان الحقيقه طالع، انا ما استخدمتوش لكن طالع برضو موضه، وبرضو الايس انهيبيتور ليزينوبريل برضو بيستخدم في البروفيلاكس اوف مايجرين. قلنا البوتولينم توكسين A في الكرونيك مايجرين، طبعا هو مستو الحقيقة الهائلة انه هو لوكال، يعني اعراضه جانبية كلها موضعية زي ما انت شايف كده، ان بتختار انجكشن سايتس معينة، ممكن بقى يعمل شوية توزز في بعض الناس، ممكن يعمل شوية فيشل باريسز، ممكن يعمل ماسل بينز، لكن كل الاعراض بتاعته بتبقى غالبا موضعيه مكان الحقنه نفسها. طيب يبقى الجايد لاينز ده ملخص للي احنا قلناه في اللي فات، الجايد لاينز بتقول ان انا الليفل اي عندي البيتا بلوكرز، البروبرانولول واخد ليفل اي في اليوروبيان والامريكان، ميتوبرولول وتيمولول، انتي كونفالسنت سواء تو بايراميت او الفالبرويت واخدين برضو ليفل اي امريكان و يوروبيان، الجابابنتين ليفل سي او يو، حتى الكالسيوم شانل يوروبيان واخد ليفل اي، انتي ديبريسنت زي ما قلت لك ليفل بي اللي هو الاميتريبتيلين، والحاجات الثانيه اللي هي انتي هايبرتنسيف كاندزرتان ليزونوبريل اللي هي تستخدم للضغط اكتر، ميثيسجيد كلها واخده ليفل سي. ده ملخص للبروفيلاكسس تريتمنت بتاع المايجرين. هل بس كده؟ طيب انا هقول لك، انا عمال اقول لكم، انا هقول لك في الاخر، هقول لك في الاخر انا بعمل ايه. الحقيقه انا ما بستخدمش دواء واحد، ومع الاحترام لكل الجايد لاينز انا رايي الشخصي انه دواء الواحد عكس الإبيليبسي بقى، يعني أنا الإبيليبسي مونوثيرابي حتى النخاع، مونوثيرابي، لما بيفشل مونوثيرابي ممكن نعمل سكند لاين تريتمنت، لكن أنا في المايجرين الحقيقة بستخدم مالتي ثيرابي، بولي ثيرابي، لأنه بدي كل بأكثر من ميكانيزم بسمول دوز أوف إيتش ميكانيزم، أعتقد هو ده اللي بيفيد العين. ده this is my opinion against الجايدلاينز. نون فارماكولوجيكال مهم جدا، ما تطصش العيان روشتة وبعدين تقول له عيش حياتك، ما ينفعش. الله، اما انا باخد الدواء ليه يا دكتور؟ بتاخد الدواء عشان تنظم حياتك وتنظم دواك، لكن من غير تنظيم الحياه كل سنه وانت طيب. لايف ستايل انترفينشن مهم جدا، ان انت تافويد المايجرين تريجرز، اذا كان سموكينج، اذا كان الكحول، مهم قوي ان انا اكل اكلات متوازنه في مواعيد متوازنه، افويد التريجرز اللي احنا الحاجات اللي قلناها، الجبنه القديمه، الشوكولاته، الحاجات الاكلات المحفوظه، مونوسوديوم جلوتاميت، الحاجات اللي فيها مواد حافظه، وبعدين على قد ما نقدر ننام نوم منتظم. يا سلام على اللي جايه دي، امبلويد ريلاكسيشن تكنيك، ستريس مانجمنت، الله حلو جدا، ستريس مانجمنت اللي يعرف عليها يقول لي عليها اعملها ازاي، كوجنيتيف بيهيفير ثيرابي اند بايو فيدباك، بعد كده افويد التريجرز اذا كان بقدر، زي ما قلنا ستريس في الاكسرسايز او الاكسرسايز بيجيب لي صداع يبقى ابعد عن الحاجه اللي تريجرنج الصداع. يبقى ده الفارماكولوجي مع النون فارماكولوجي، لكل واحد لوحده الاثنين بيساعدوا بعض.
تمام. ايه بقى الصوره دي اون ذا هورايزون؟ ايه بقى النيو ايرا في المايجرين مانجمنت؟ دي القصه اللي بقى لها شويتين موجوده في السوق المصري، قصه الكالسيتونين جين ريليتد بيبتايد. ايه قصه الكالسيتونين جين ريليتد بيبتايد؟ احنا يا جماعه عارفين القصه القديمه بتاعت الثيوري بتاعت المايجرين، كنا بنتكلم على زمان على الفاسكولار ثيوري، وان هو فازو كونستريكشن فولد باي فازو دايليتيشن، وكان متهم فيها السيروتونين، وبالتالي لما بندي التريبتان اللي هو بيعمل اجونست للسيروتونين ريسبتورز بيكيب الفازو كونستريكشن ايفكت وبيمنع الفازو دايليتيشن. بعدين طلعت الفكره بتاعت الترايجيمينو فاسكولار ثيوري بتاعت ان انا لا ده انا عندي بين ريسبتورز موجوده وفي فاسكولار نيوروجينيك ثيوري، وبالتالي طيب ايه بقى القصه؟ الايرا الجديده اللي احنا بنعيش فيها دلوقتي هي قصه انه البيبتايد اللي هو اسمه كالسيتونين جين ريليتد بيبتايد ده عباره عن سمول مجرد 37 امينو اسيد نيورو بيبتايد موجود في both peripheral and central nervous system. واحد موجود في من most abundant neuropeptide في trigemino vascular system. طيب بيبقى موجود 50% في trigeminal ganglia. زي ما قلت الديستريبيوشن بتاعه في both peripheral وcentral nervous system. ايه بقى قصة البيبتايد ده؟ موجود في البرين، موجود في السباينال كورد، وموجود كمان في حتة خارجية زي الجاسترو انتستاينال تراكت. ايه بقى قصته؟ ايه قصته؟ قصته ان هو زي ما قلنا موجود في الجهاز العصبي السنترال المركزي والطرفي البريفرال، موجود في التراجيمينال سيستم، ولقوا انه نتيجة الاكتيفيشن بتاع التراجيمينال نيرف بيؤدي ان البيبتايد ده بيبقى ريليست بيخرج من البيريفاسكولار نيرف اندينجز، ولقوا ان ديورنج المايجرين اتاك مستواه البيبتايد في السيرم بيعلى، وبالتالي ربطوا ما بينه وما بين المايجرين وقالوا لو استخدمنا حاجه تقفل هذا البيبتايد او تبقى انتاجونست لهذا البيبتايد هيبقى افكتيف في تريتمنت اوف مايجرين. طيب الكلام ده على فكره مش جديد، ده في اواخر الثمانينيات كان في الفكره بتاعت السي جي ار بي والديفلوبمنت بتاعها والكلام من ده، بس الحقيقه لم يحدث الديفلوبمنت لميديكيشن الا في السنين الاخرانيه. طيب الملاحظات وعلاقه البيبتايد ده في المايجرين ايه؟ لقوا ملاحظات لطيفه جدا، لقوا ان البيبتايد ليفل ده السي جي ار بي ده بيكورليت with the onset and pain intensity في المايجرين اتاك، يعني البدايه والانتنسيتي وحده البين بتزيد مع زياده هذا البيبتايد. لقوا حاجه جميله كان تاني، لقوا انه لما بيعلقوا انفيوجن اوف هذا البيبتايد هي نفسها الانفيوجن ده بينديوس ميجرين لايك اتاك لو العيان عنده استعداد للمايجرين. عارفين الفكره بتاع زمان لما كانوا بيحقنوا العيانين ادويه ايبيليبتوجينيك عشان يشوفوا العيان ده عنده ايبيليبسي ولا لا، ويشوفوا لو جاله الفيت يبقى عنده فنفس الفكره، يعني لقوا ان الانفيوجن اوف سي جي ار بي بتنديوس مايجرين لايك اتاك في سسبتبل بيشنت. لقوا كمان ان السي جي ار بي ليفل ده ممكن يرجع نورمال بعد ما المايجرين اتاك بتقف، وبالتالي كمان لقوا ان هو السي جي ار بي ده اسوشيتد ويز فوتوفوبيا، وبالتالي لقوا انه في ماده بيبتايد معين موجود في الجهاز العصبي وفي الترايجيمينال جانجليا ليه علاقه بالمايجرين. تمام. طيب نرجع مرجوعنا، هذا النيوروبيبتايد بيحصل له ريليس، بيحصل انفلاميشن وينتج عن هذا الانفلاميشن فازو دايليتيشن، يعني في الاخر برضه فازو دايليتيشن، وبالتالي حتة الثروبينج هادك، حتة ان انا استخدم حاجات تلم الفازو دايليتيشن ده is very effective medication. ده في الاكيوت، لكن انا بحكم بقى من الاول، انا عايز امسك القصة من بدايتها. وبالتالي لقوا انه هذا
الادويه اللي بتشتغل ضد سي جي ار بي بتقلل الفازو دايلاتيشن في المجمل في الاخر خالص، لكن هي قللت الظهور النيوروبيبتايد وبالتالي الموديوليشن اوف بين ترانسميشن وبالتالي بتقلل الانفلاميشن وينتج عن كده بتقلل الفازو دايلاتيشن. طيب لاول مره بنلاقي انه في ماده مخصوصه مرتبطه بالمايجرين. كل الادويه اللي فاتت احنا قلنا كانت نازله لحاجات اخرى وتم استخدامها للمايجرين، لا ده احنا لقينا مش يعني وجد ان هناك ماده معينه مرتبطه بالمايجرين، وهذه الماده تم اختراع ليها مونوكلونال انتي بوديز. هذه الانتي بوديز بتشتغل على كانتاجونست لهذه الماده وبالتالي بتحمي المريض من المايجرين اتاكس. اللي على مستوى العالم اربعه، ماب يا جماعه، ماب اللي اي كلمه فيها اخرتها ماب يعني مونوكلونال انتي بوديز. لو كانت زوماب زي الثلاثه اللي تحتانيين يبقى هيومنايزد. قصه هيومنايزد وفولي هيومن دي يبقى ليها محاضره تانية ابقى اشرحها لكم بعدين، لكن anyway هيومنايزد يعني فولي هيومن يعني هو كومبليتلي هيومن، من الريسورسز الامينو اسيدز بتاعته كومبليتلي هيومن. هيومنايزد 90% هيومن و10% نون هيومن، و ده في الكومبوزيشن بتاعه. فزوماب يعني هيومنايزد، الماب بس ده الفولي هيومن. ايرينو ماب هم اربعه على مستوى العالم، اللي موجود في مصر الاولاني خالص اللي هو الايرينو ماب، والنمره ثلاثه الجالكينو زوماب ده هيظهر في خلال شهر في السوق المصري. الاثنين التانيين لا لسه مش موجودين. الاولاني خالص بيشتغل على الريسبتور دايركت، على السي جي ار بي ريسبتور مباشره. التانيين يعني هو بيبقى انتي ريسبتور. الثلاثه التانيين اللي هم هيومنايزد بيشتغل على البيبتايد نفسها، مش بيقفل الريسبتور، لا بيمنع البيبتايد انها توصل اساسا للريسبتور. طيب ايه ميزه المونوكلونال انتي بوديز بقى؟ ايه بقى يعني الميزه؟ اولا هي نازله سبيسيفيك للسي جي ار بي، وبالتالي هي حاجه لاول مره ادويه سبيسيفيك للمايجرين. نمره 2 اللونج هاف لايف، ان هي بتستخدم مره في الشهر، وفي بعض الادويه مش موجوده في مصر لكن ممكن يستخدم حتى ايفن كل 3 اشهر، لكن اللي موجود في مصر بيستخدم مره كل شهر، بيستخدم بالحقن، الحقن تحت الجلد مره وانس بير مانث. Good tolerability, not metabolized في الليفر، ملوش أي علاقة بالليفر. They do not affect the immune system itself. فميزته إن هو بيستخدم مرة في الشهر، مش مطلوب من العيان إنه يستخدم دواء بصفة مستمرة. طيب عشان أحكم على مدى كفاءة العلاج، سواء الحاجات الكلاسيكية اللي إحنا بنستخدمها أو الحاجات الجديدة المونوكلونال أنتيبوديز، الهدف بتاعي main goals اقلل الفريكوانسي سيفيريتي ديوريشن، بحسن الكواليتي اوف لايف والفانكشنال ديسابيليتي بتاعه العيان، بمنع الهيدك والهيدك اسكاليشن، بعلم العيان هاو تو مانج ذير ديزيز. ازاي بقيس السكسس بعد ما ابتديت الدواء؟ ان انا اعلم العيان يكتب لي الدايري ويقول لي المعدل قل، الحده قلت، استخدامي للادويه قل، للادويه المسكنه الديوريشن قلت ولا لا، assess number and frequency of headache days after treatment initiation, assess the number of days acute medication is required، وبستخدم التولز عشان تحسن لي تقيس لي الكواليتي او الامبروفمنت اوف كواليتي اوف لايف. كده انا خلصت. قلنا في الاخر ان عندي اكتر من 10% من البوبوليشن عندهم مايجرين. مايجرين من العشر أسباب الأولى لليرز lived with disability YLD، يعني السنين اللي بنعيشها with disability العيانين المايجرينير. مايجرين هيديك associated with significant direct and indirect cost. المايجرين بيأفكت الكواليتي اوف لايف، functional ability during immediately after and between the migraine episode.
classification of migraine زي ما قلنا episodic أو chronic بيعتمد على الفريكونسي وبيعتمد على الديوريشن. Migraine is a distinct headache disorder with clear defined criteria زي ما قلنا في الأول. Migraine underdiagnosed وبالتالي undertreated بالرغم من الثيرابيوتيك اوبشن اللي عندنا ما زال هناك unmet needs. Anti CGRP الحاجات الجديدة new era in migraine management. أنا خلصت. Thank you very much. أشكركم شكرا جزيلا. لو في أي حد عايز يعلق عايز أي أسئلة ممكن عندنا في حد في الشات كاتب تريبتان twice for the first 2 days can decrease the frequency of headache. Triptan twice. ثانية واحدة. لو السؤال مقصود بيه إنه تريبتان يستخدم كبروفلاكتيك تريتمنت ديفينيتلي. لأ طبعاً. تريبتان دوره الرئيسي فازو كونستريكتور. دوره الرئيسي إذا فازو كونستريكتور وبالتالي هو بيستخدم to abort the attack not for prophylaxis. What is the dose of Inderal? الحقيقة زي ما قلنا بنبتدي بlow dose according to the response بتاع العيان ونطلع طبعا ال guidelines بتوصل ل doses heroic يعني من 180 ل 240 مليجرام per day بس الحقيقة ده depending على العيان ومدى تحمله للجرعة دي. ابتدي بجرعة صغيرة وارفع بالتدريج. اللي أنا بقوله 180-240 ده الإنجليز بيستخدموا هذه الجرعة. Your management and medication overuse headache. صعب السؤال ده جدا. أنت بتمشي في سكتين الحقيقة. أن أنت لازم تعمل شوية withdrawal من المسكنات وتستخدم حاجة بروفيلاكتيك قوية جدا لأنه يعني العيان ممكن ما يستحملش الأوفر يوز هادك. لا إذا تف when do we use anti CGRP نفس القواعد بتاعة البروفيلاكتيك تريتمنت بس الحقيقة هم احنا ما نستخدمهاش طبعا عشان الكوست is very expensive medication. الدواء الأدوية الأنتي سي آر بي مش رخيصة فهي بتبقى كابت للعيان الذي لا يستجيب للأدوية العادية التقليدية أو حصل له منها سايد افكتس. يعني احنا عندنا تو بارامترز لاستخدام الأنتي سي جي آر بي. واحد انه العيان يكون حصل له اي سايد افكتس من الأدوية الروتينية التقليدية أو يكون ineffective يعني يستخدم أدوية ومش effective. وعلى فكرة بالمناسبة أنا مش عارف مين اللي بعت السؤال هو مكتوب لي آيفون لكن بالمناسبة الترايلز بتاعت الأنتي سي جي آر بي اللي خدت الأبروفل إنها بروفيلاكتيك في المايجرين الحقيقة كانوا العيانين فيلد على two or more prophylactic medication. إيه كمان شكرا جزيلا دكتور ماجد. Thank you so much. Many thanks. What is the dose? What is the dose of what? Of anti-CGRP? قلنا أن الدوز بتاعت CGRP النوعين الموجودين في مصر يستخدم once per month subcutaneously. الحقنة بتبقى جاهزة زي حقنة الإنسولين كده زي يعني بتبقى الحقنة جاهزة والعيان يقدر يديها لنفسه subcutaneously every month. حقنة كل شهر فيما عدا النوع الثاني اللي هو الجالكينوزوماب في الأول بيبقى loading يعني بتاخد العيان بياخد حقنتين في الأول بعد كده بتبقى حقنتين مع بعض يعني وبعدين 240 ملغرام وبعد كده بياخد 120 ملغرام daily. What is the treatment of migraine associated with menstruation only? ده سؤال حلو خالص. احنا غالبا ده بيبقى short term اللي احنا اتفقنا عليه. اللي short term treatment ان هو بنستخدم ادوية لشورت term. My point of view الحقيقة انا بستخدم
يا اما بنستخدم كاربونيك انهيدريز انهبيتور يا اما بنستخدم التوبيراميت. التوبيراميت ليه برضو فيري سمول كاربونيك انهيدريز ايفكت، فبالتالي ممكن يبقى مفيد جدا في الفتره بتاعت البيريود. ايه كمان؟ فور هاو لونج؟ ثانيه واحده. For how long can we keep the patient on the anti-CGRP؟ أنا قلت trials اللي متاخد عليها الـ approval الحقيقة كانت 6 شهور، لكن هم عملوا open label extension لمدة 9 أشهر، يعني سنة بعد السنة، فعشان أنا حكمي يبقى صائب على أي prophylactic treatment مش أقل من 6 أشهر up to 1 year. وبالمناسبة الـ anti-CGRP الحقيقة الداتا اللي عليها حلوة خالص، إنها بتجيب نتيجة من اول شهر، يعني من اول حقنه العيان بيحس بفرق. ثانك يو. ثانيه واحده. في ناس ايه لاكوزاميد از افكتيف از بروفيلاكتيك؟ لاكوزاميد از انتي كونفالسنت دراج. ما اعرفش، في ناس بتستخدمه تقول انه كويس، يعني ما اعرفش. مايجرين ديوريشن 74 ساعه with analgesic or without analgesic؟ لا، ده without، ده definition without. شكرا لحضرتك. Thank you. What do you prefer to use, ERP or botulinum toxin after failure of ordinary treatment؟ البوتولينم توكسين واخد الابروفال للكرونيك مايجرين فقط، مش للابيسودك مايجرين. السي جي ار بي، الانتي سي جي ار بي واخد ابروفال في الاثنين. Thanks doctor very much. What is the most safe treatment of migraine in pregnancy? ده سؤال رائع جدا. إيمان، طبعا يعني القاعدة العامة انه في البريجنسي we don't use medication إلا إذا، يعني ما فيش أي دراج يدعي إن هو ممكن يستخدم أو في clinical trials لاستخدام medication during pregnancy. وإحنا يعني زي حاجات كتير عندنا في النيورولوجي، ساعات بنلاقي إنه البريجنسي نفسه في حد ذاته بيبقى prophylactic. شكرا يا سحر. مين كمان؟ أسيتازولاميد for how many days؟ ده مرتبط بالبيريود، يعني before, during and few days after, maximum 10 days per month. Role of magnetic waves for treatment. شكرا جزيلا. How can we draw antagonist? Should we go suddenly or gradually? لا، هو الهاف لايف بتاعته احنا قلنا long half life، وبالتالي مفيش يعني انت بتبتدي بدوز بير مانث وبتوقف على طول، مفيش مشكله. Any consideration in lactation? Definitely yes. طبعا not recommended خالص الانتي سي جي ار بي مع اللاكتيشن، طبعا مع البريست فيدنج. Thanks a lot doctor. What about children, acute and prophylactic? الاطفال والله احنا معظم الاكيوت تريتمنت ما فيهمش مشاكل، يعني الاكيوت تريتمنت ما فيش مشكله في النون ستيرويدال انرجيزكس، ما فيش مشكله ان انا استخدم الاكيوت تريتمنت. وساعات كان في دواء زمان في انرجيزك وانتي ايماتيك ككومبينيشن الحقيقه، وكان فيري ايفكتيف. في الاكيوت مانجمنت ما فيش مشكله، هو البروفلاكتيك ممكن اللي تبقى فيها مشكله، لان في طبعا بعض الادويه مش مستحب انها تستخدم في الاطفال. Is propranolol safe in pregnancy and not available in pharmacy nowadays, so is there alternative for anxious migraine female? يعني نفس الجواب هقوله بالنسبه لاي الدواء during pregnancy، لكن is it not available؟ الحقيقه هو ناقص شويه الفتره دي فعلا. I don't know why، هو كل شويه بينقص
الاندرال بالتحديد يعني. ممكن يكون في التركيز الاعلى يكون موجود في بعض الصيدليات، اظن 10 ميلي جرام هو اللي ناقص. الانكشس ميجرين ميجرينر في ميل ممكن وي كان تراي اميتريبتيلين بقى، يبقى هيبقى مفيد في الاثنين، هيفيد في المايجرين وهيفيد في الانكزايتي. اني داتا اباوت any data about rebound headache after stopping anti-CGRP and what is after one year treatment؟ يعني نجرب يا محمد الأول وبعدين نحكم. We don't have the experience yet إن إحنا نقول إذا كان بعد سنة هيحصل إيه. We don't have that experience. الأدوية يدوبك لسه بقالهاش كم شهر في السوق، فخبرتنا فيها الحقيقة قليلة جداً. For how long can we continue on prophylactic treatment to prevent overuse headache medication؟ يعني I don't think أقل من سنة. Many thanks for dear to is Topamax safe in lactation؟ نفس السؤال. I don't think Topamax or any other drug. Can we use lifestyle modification alone؟ Definitely. وسام السؤال ده هايل. طبعا طبعا، اذا 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 عندي الفريكوانسي بتاع المايجرين، انت برضو بتحكم العيان يعني. انا عندي سيفيريتي والديوريشن ريسبونس للاكيوت ثيرابي ريسكيو ثيرابي والفريكوانسي، كل ده بيحكمك. طبعا اذا كانت الامور قليله طبعا يو كان يوز طبعا لايف سايف ميديكيشن طبعا لوحده، طبعا مش عايزه كلام. Does prophylactic treatment continue for life؟ طبعا لا. المفروض لا، يعني معظم العيانين بس يستجيب معك العيان، يعني قصدي لو في بعض العيانين غصب عنك هتستمر فتره اطول من السنه اللي احنا بنتكلم عليها. We can few neurologists using EEG for typical migraine patient and shift the patient from era of migraine to era of epilepsy. Do you see any role of any... ما احنا اتكلمنا في الحتة دي، قلت انه في كتير كتير من العيانين بيبقى عندهم في EEG changes، وللأسف بيوصل لهم مسج ان هم عندهم مشاكل من الكهربية الدماغ، وتتأكد الفكرة تماما لما تديله دواء انتي كونفالسنت. رول اوف ستيرويد، الحقيقة في بعض الأحيان أنا بيرسونالي بستخدم ستيرويد، بس الحقيقة الستيرويد بتبقى فعالة أكتر في الكلاستر هيدك، بتبقى فيري فيري افكتيف في الكلاستر هيدك. طبعا الستيرويد ممكن تستخدم في الابورتيف. ثانك يو يا جماعه، شكرا جزيلا، وشكرا على التفاعل، ونلقاكم قريبا باذن الله تعالى في لقاءات جديده، ونرجو ان شاء الله يا رب تكون فيس تو فيس باذن الله تعالى. تصبحوا على خير جميعا والى اللقاء. شكرا جزيلا.